بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب جواهر البقاري أيان كج الناولي باب ذكر الملائكة ملائكة شيقد إذا أيو باب ويهي أم حسك ملائكة إيوا أحب الله إلهي جعل كيسي وأحب الله يحبك الناس إيوا أطوار خلق النطفة إلهي جعلو دتك ويكو جعلانا ياني إلهي قفكي جعل دتك ويجعلانا ياني إلهي جعل كي سيدتك كو جعل عضان إيا خلقك نطفة هيرك أي مركا مرتو نطفة واد بعد بيها مركا رحمك لغو ضاضيو كدبنا إلهي هيررك أمرك مرسيو انت سامرك اللوغة هضليا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير نبي إذا أحب الله هدو إلهي جعل هذا العبد أدونك نادى جبريل جبريل أيو النبي أيو وحير هذا جبريل إن الله يحب فلانا إلهي هب البوجع لا ضي فأحبه وجعله فأجعله معناها إلهي هب الأيوجع لا ضي فأحببه جعله أبي أنا فيحبه جبريل جبريل وجع لا ضع فينادي جبريل ونادينا يا فينادي جبريل جبريل وكل إحنا دينا يا في أهل السماء صمد إهل كيدو وحوليه إن الله إلهي يحب فلانا هبل أيو جعلاضي فأحبوه إذن كان جعلاض فيحبه وحجعلان يا أهل السماء صمد إهل كيدو ثم كبعد يوضع وحلوس دجنيا له أصغر قفك إلهي جعل ذي جعل كيس وحلوس دجنا يا القبول أقبلتان في الأرض أرلا ذا دحذي ذا لغوس دجنا يا إني أقبلان ضدك أرلا ذا قصغن إي أرلا ذا جوغا أيا لغوس دجنا يا معناها إن الله لا إنت تقاني مؤمنين تأوطن مركا ويجعلانا يا وعن زيد بن وهب قال وحوير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا وحنوشكي رسولك إلهي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الرسول كنا الصادق المصدوق صادق ويمت رمبضا هدنا مصدوقه هذا الكيس الرمي استوى نبي صلى الله عليه وسلم نبي قال نو حديثي حديث نو أخريي وأن الرمبطن هذا الكيس للرمست قال وحير إن أحدكم أحدكين يجمع والله جمعي خلقه أبو الكيس في بطن أمه هو يبي على شذا لغكم ميا 40 يوما أفرتا ما الموت أيود بأهانيا ثم كبعد يكون علقة حنجرب أهانيا وديك أبكاضي مثل ذلك انت اوكله وافرتنك اوكله وسديت المالموت ثم كبعد يكون وحنقنا يا مضغة عدير اوهيلب مثل ذلك انت اوكله وافرتنك كلا وبقل الى باطن مالموت مركو يهي ثم يبعث الله إلهي وحو أصبحنا يا أصدر يا ملكا ملك با مركا الله صدر يا ملك أيا الله صادر يا ملك يمر الله لمرك الله صادر أيا فيؤمر وحال أمر يا ملك بأربع كلمات أثر كلمة قريتان كوذا
كلمدوين أفر أه إنو قرو أيا مركا لا أمريا ويقال له حالو أرانيا أكتب قر عمله عمل كي سقر ورزقه رزقي سنقر وأجله أجشي سنقر والشقي إنو يهي متشق أه أو أيام درن أو كافر أو سعيد أما إنو يهي متسعيد أه أو مركا ليباني ثم كبعد ينفق فيه الروح روح ذي ومركا لغو أفوفيا روح ذي أيام مركا لغو أفوفيا يو إلهي أطوهرتا إيهي ركا أي مركا صومرينيا فإن الرجل رجلكم أكتنا ولا مت أو منكم أذنك إذنك مت أهل يعمل وعمل قبانا يا حتى ما يكون إلا أيسن أهانين أيسن أجرسين بينه بين كيسي وبين الجنة جنة إي أصغى أنت أدحيس إلا ذراع بدل ما هني فيسبق وحاكه مرها عليه كركيس كتابه كتاب كيسا فيعمل وعمل قبنا يا بعمل أهل النار ذبك أهل النار تا عمل كذا أي قبنا يا ساسو كجليا ويعمل وعمل قبنا يا هدنا معناها بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون كنا وعمل قبنا يا إلا أيسن أهان بينه إي وبين النار أصغى إيا النار تا أنت أبحيس إلا ذراع بدل ما هني فيسبق عليه وحا كهر مرايا أو كدقها يا الكتاب كتاب كي لو قريه يعلو شيد أنت أو كجري فيعمل وعمل قبنا يا بعمل أهل الجنة أهل الجنة عمل كوذا ساسو مركا جنة كجليا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعيري قال النبي نبي وعيري صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هدي أهات يوم الجمعة جمعة ما لنتيذ كان وحا أهاني على كل باب الباب والباء من أبواب المسجد مساجد كألبابه سكمت أه الملائكة ملائك مالك استؤ جمعاء البابهم مساجدك ملائك با إمام يسوع صفنيسا يكتبون ويقرهيان الأول فالأول سد ليس جسوا كله هرهريو يدك مركا وقريان أول إي أول بيقرهيان فإذا جلس الإمام إمامك هدو فريستو وقد بدا إنه باللاب محرابك أما منبرك وكسو فريستو طوو ويدوبيان الصحف وراقوينكي وراقوينكي أي وحكو قرايين أو لم بيدوبيان وجاءوا مركاسي إيمانيان يستمعون الذكرى أيضو ذكرى دقي سنايا ذكرى خطبة مركا لو لجي ذاتي بي مركا دقي سنايا قف كلا أو مركا لقرايا مجر رئيس كمجالة أغسر ري دوق مجالة هدي آتهاي أو إمام ملائكتي وراقه دوبين أبصوا قشو قفك قرانا يا مركا ملها عن أبي ذر رضي الله عنه قال وحيري قال النبي نبي وحيري صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل جبريل با وحيري عليه السلام من مات قفكي انت أو من أمتك أمدى ذك مدأ لا يشرك بالله شيئا أسأل إلهي وحب أشريكي لن دخل الجنة جنة أيو قليا أو أما سلم يدخل النار نار تم قليا وأسكم مذي نار قلي ما يا أما جنة مركا قليا قال أبو ذر وحويري وإن زنى وإن سرق هدو زنيست هدو حذا حتى مقليا قال الرسول وحويري صلى الله عليه وسلم وإن أي يري نبي صلى الله عليه وسلم أي وإن وقع منه ذلك أرنتا هدو كدع حتى وقل ياوى مع أن الزنا من حق الله سرقذنا من حق العباد أي مركاتها وقل يا وإن زنا وإن سرق هدو حضو وإن زنا وإن سرق قال الرسول كوحجر وإن هبص مياه عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري حشوت وان عبيل النبي
nabiga sallallahu alayhi wa sallam wisadatan barkin nabiga barkin ayan u sameeyay oo u cubay fiha tamafilu masawira ay ku qoran yihiin barkin masawira leh ayan nabiga u dhigay bay tiri ka annaha sidi num ruqatun oo kale ay marka tahay wa namariq bi ilahi tilmaamu subhanahu wa ta'ala فجاء ويمت فقام وحو استاغي بين البابين لبد الباب بحدود ولبد دعل الباب كاللغا صغل وجعل وحو بذقل النبي يتغير وجهه وجهه إن وجهه سدور صومه وجهه سيسبدل رسول كأوو دور صومي فقلت وحان إري ما لنا يا رسول الله محان دعي رسولك إلهيه محان هليني رسولك إلهي وقال وحجر ما بال هذه الوسادة بركي موين كان حالده دوامحي قلت وحان إري وسادة بركين واي جعلتها أنكوية ليلك أذيك لتضجع عليها صدمرك أغجيفته بركين إنا تصيحة أن أغتلق لي واي قال الرسول كوحو يري أما علمت أما علمت ميادن أغي عائشي أن الملائكة ملائكت لا تدخل إني سنسو قلين بيتا قري فيه صورة نصور كسغيه وأن من صنع الصورة قفك مصور ضان سميانا يعذب ولا عذاب يا يوم القيامة ما لنت قيامه يقول وحلو ليهي أحيو نولي ما خلقتم وحد أبورتين وحيات أبورتين صو نولي نفسه قلي لليهي باب من دعا قفكي أير تبابكي سوى امرأته نكتس إلى فراشه قوشيسا وفأبت مركا أيديدو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحو يري قال الرسول الله رسولك ألا يري إذا دعا الرجل رجلك هضو أيرت امرأته حاسكيسا إلى فراشه فراشكيسا مركا للي هيوا كناي وجناع لغا كنايونيا حتى يوسن فراشكيسا أهان وفراشك ذبها أهاذي أصغو الرب نفتيذ وفأبت أيديد وفباطا أوبريو غضبانا أصغو أعريسا عليها كركيذا لعنتها الملائكة ملائكة لعنة ريسا ملائكة لعنة حتى تصبح إلا أكوابريستو إلا أكوابريستو وابريو ولعنة ريسا روايدها قارو حيليهين إلا أي كرالي جلسو باب صفة الجنة وأهلها جنة صفة ذئي أهل كيدو باب ويهي وما أعد لهم وحي لوغ الدياريي جنة بحذي ذا وحي لوغ الدياريي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله رسولك ألا وحو يري إذا ما تهضو لنتو أحدكم متكين فإنه يعرض والله صوبا لغا عليه كركيسا مقعده مكان فرقيسا أولها بالغداة الصبح والعشي قلبتيبا فإن كان هدو يهي من أهل الجنة جنة أهل كيذا هدو كمد يهي فمن أهل الجنة وأهل جنة وأهل جنة مقعد كوذا إي مكان فرقودي جنة ذوذا يا الله صوبا لغا يا صبحي قلبا وإن كان من أهل النار هدو يهين فمن أهل النار عذاب كوذا مركا الله صوبا بغيا معناها عمل كوذا أي وحي أي لهايين أو أبال أح أي الله صوبا بغيا وماشا إله كير مركو فرعون كهد لهاي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نربا الله صوبا بغيا صبح إي قلب ويوم تقوم الساعة مالنتي ساعد قيام قومي سنة وحالو أرانيا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فرعون أهل كيسة قلية عذاب كيسة أغؤذك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يري قال الله عز وجل إلهي وحو يري أعددت وحان الدياري
لعبادي الصالحين أدوما ذا صالحين تيسو صوبا جنة ذا ذا وحان أقود دياري ما شيء لا عين رأت إلي أيسان أركن ولا أذن سمعت بغن أيسان مقل ولا خطر أن كصور على قلب بشر بشر قلب جيسة قف بني آدم أهقلب جيسان أن كصور لعن فقرأوا أقرئ آيادا إن شئتم هداد دونتان آيادا سوء فلا تعلم نفس نفمؤك فلا تعلم نفس نفمؤك ما أخفي لهم وحي لو قريي أو من قرة أعين القبوسئة وحي القبوسئة أو جند لوغو قريي أو راحاء مؤقب يري نبيك أخرية آيادا هدي أدونتان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحي يري قال رسول الله رسولك الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول زمرة جميع ذا أغوه الرئيس أتلج الجنة جنة ذا جليس صورتهم سورة ذو إيقاب كوذو على صورة القمر ضيح سورة ديس أوكالواي واسد بشا أوكالي أو ليلة البدر هبين أفر يتوانات لا يبسقون فيها كو عن رفت في مايان جنة ذهيل عن رف مقبا نيسو عن رف مكا إما نيسو ولا يمتخطون محاكون يان ولا يتوغطون مصحرون يان آنيتهم ويلشود فيها جنة ذهيل أي كو استعمال يان الذهب وذهب أمشاطهم شلو ينكود من الذهب ذهب بيك أهادين إي والفضة قلب ومجامرهم إذن أنسقود الألوة وجيتك آد عرفها يا إذن أنسقود وجيتك ألوها معناها وعود كهندقة كاسي استعماليا معناها كاسي استعماليا أو كاسي كو إذن أنصنايا إذن أنسقود نواكا ولكل ورشحهم بدت كودنا المسك ومسك رشحك عرقك كسو بحايا سيدة بدتك كسو بحايا مد كسو بحايا بدتك كسو بحايا وحو أسو أدقيابو رحي نبيك سيدة مسك أوكالي ولكل واحد مد كستأو منهم أهل ولكل واحد مد كستأو منهم أهل جنها كمد أهنا زوجتان ربح حسب مركا ليه لبس زوجة أيو مركا ليه أو من نساء الدنيا أو محور العين ويقف كستا أو جنبا قال تضباطا إلا بح قبرد بالصين برده نبي لبا وكوب أدونك تضباطا وحور العين عكس نوي جهتايا تضباطا باكوب أدونك لبا وحور العين يرى والا اركيا قبرها مخصوقهما شنشوين كود روحا كود حجرا من وراء اللحم من وراء اللحم بالا اركيا هيدبك جداشيسا ومن الحسن قروح درادي لا اختلاف بينهم وح اسخلاف اهنا دحدود ما اهانا لا ازدقا ليس مجرت ولا تباغض ولا تباغض اسكو عروشان مجرت قلوبهم قلبي الكود قلب رجل من قلبي جيس أو كلوية واحد أو كلية يسبحون الله إله بين زهيا بكرة صبح وعشيا قلبا عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحر النبي لا يدخلن وحاجلها يا الجنة جنة من أمتي ومد إذا حق إذا وحاك جليس 70,000 تضباطاً أو 700,000 أما تضباب قل أكن لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم كوضه رجلي مايو إلا كان دنبأو قلوه محالك وضع كوضه رجلي مايو إلا كان دنبأو قلوه هل مر بإسل جليا معنى بأن يدخلوا صفا واحدا دفعة واحدة أي ضاء أي مركا جلهيا وجوههم وجي الكوذ على صورة القمر وضيح أفر ضيح واي وليلة البدر هبين أفر يتبناها
habeen badri ah ayuu markaa u eg yahay baabu sifati naari wa ahliha fiha, sifada iyo qaabka naarta iyo ehelka gudaheeda ku sugan buu baab u yahay. can abi hurayrata radiyallahu canhu qaala, wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii alle wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, ishtakat innaaru, naartii baa sheegatay, ilaa rabbihaa, rabbigeed ayay u sheegatay, oo faqaalad, waxay tidhi rabbi, rabbiyow, akala bacdii bacdan, qaarkii baa qaarka kala cunay, ilaahayow, waa iscunay bay tidhi, oo tiibay ilaahay u sheegatay, fa adina lahaa, wuxuu u idmay ilaahayna binafasayn, binafasayni buu u idmay laba neefsasho, nafsun oo nafsin fi shitaa iyo wa nafsin fi sayfi, xilliga shitaha inay hal mar neefsato waa qaboobahe, xilliga sayfka waa jiilaalkani inay hal mar neefsato. fa ashaddu maa, kam u daran oo tajiduuna aad helaysaan, fi lxari, kulaylka, waa neefsigii jiilaalka ay neefsatay iyo sayfka. wa ashaddu maa, kan u daran oo tajiduuna aad helaysaan, oo min azamhariir, zamhariira waa qabowga, qabowga daran ee aad helaysaan waa zamhariira, oo hal mar markaa neefsatay. wa canhu aydan, waa saxaabigii hore, waa abi hurayre, qaala, wuxuu yidhi naarukum, naartiinaan, naartaan aad wax ku karsanaysaan, juz-un, waa gobol, oo min sabciina juz-an, toddobaatan gobol, oo min naari jahannama ka ah. naarta jahannama inta toddobaatan loo qaybiyey waa qayb ka mid ah. qiila, waxaa loo yidhi yaa rasuulallaah, rasuulkii allow, in kaanad, haddii ay saa tahay, la kaafiyatun, aydaaba ku filani, ahlu naarka tan baaba ku filan cadaabkeeda loo adkaysan karin. qaala rasuulku, wuxuu yidhi fudilat, waa la ziyaadinayaa, calayhinna, korkeeda, bitiscatin wa sittiina, lixdan iyo sagaal juz-an oo gobol ayaa lagu soo kordhinayaa. halkii gobol ee kan ahaa toddobaatankii gobol meeqaa ka dhima? Waa sagaal iyo lixdan waa lagu soo darayaa. kulluhunna, dhammaantoodna, midlu xarrihaa, kulaylkeedoo kale ay tahay, waa kulaylkii jahannama ama kulaylkan oo kale. can usaamati bni zayd ibn alxarith radiyallaahu canhu qaala, wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi, rasuulkii alle wuxuu yidhi sallallaahu calayhi wasallam, yujaa'u, waxaa lala imaanayaa birajulin, nin, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamo, fayulqaa, waxaa lagu tuuraa, fi nnaari, naarta, fatandaliqu, waxaa soo qubanaya, aqataabuhu, min biciradiisa, fi nnaari, naarta ku soo daadanaya, fayaduuru, markaasuu ku wareegayaa, kamaa yaduuru lximaaru, dameerku suu ugu wareego, biraxaa, waxa shiidaha, biraxaahu suu ugu wareego raxihiisa, macsara shiidaha, ileen dameer bay marka gobol kamid isticmaali jireen, geel ayadoo lagu isticmaalayo waan soo gaaray aniga, hadda waxay noqotay ama ay gaarsiisan tahay in mishiin lagu isticmaalo. fayajtamicu, waxaa u soo ururahaya ahlunnaari, ahlunnaarka calayhi, korkiisa, fayaquuluuna, waxay odhanayaan, ay fulaan, yaa fulaan, hebeloo, maa sha'nuk, maxaa kugu dhacay, maa sha'nuka, xaaladaadu maxay tahay, alaysa sawmaahayn, kunta kii ahaa, ta'murunaa, alaysa kunt, sawma ahayn, ta'murunaa, kiina amra bilmacruufi, wanaaga, oo watanhaanaa, naga reebi jiray, canilmunkari, xumaanta. qaala, wuxuu leeyahay, haa, kuntu, waxaan ahaa, aamurukum, mid idin amra bilmacruufi, wanaaga, walaa aatiihi, anna mala imaan jiray, wa anhaakum, waxaan idinka reebi jiray, canilmunkari, munkarka, wa aatiihi, anna waa la imaan jiray. can ibni cabaasin radiyallaahu canhuma can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala, wuxuu yidhi ama ina axadukum, axadkiin, idaa ataa, markuu u tegahaya, ahlahu, ehelkiisa, xaaskiisa loola jeedaa, uu raba inuu barakaysto ee u jimaaco, wa qaala, uu yidhaahda, bismillaahi, ilaahay magaciisaan ku bilaabayaa, allaahuma, ilaahayow, jannibna shaytaana, shaydaanka naga durji oo naga fogay oo naga dhaqaaji, wa jannibi shaytaana, shaydaanka waxaad ka fogaysaa, maa razaqtana,
وحاد مركان نغو أرزقي سو أولاد إلهي يوم نغفقي شيطان كنكفقي ما رزقتنا فرزقا ولدا أو ولد لغو أرزقه أو إلهي نطفذا هبين كابح ذي المكرب لم يضر لم يضره الشيطان شيطان كمرب شيطان كوحو كقاذا يا مجرع عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحو يري إذا استجنح الليل هبينك هضو الضبالمه أو مبديورو هبينك هضيق صوقا بلا مبديقيس أو كان أمل جارو جنح الليل هبينك قبل كيسي مبديقيس فكفوا قبت أعليا سبيانكم المهين عرورت قريقك أعليا فإن الشياطين شياطين تنتشر ويفافا يان حين إذن واختقاسي واختقاسي شياطين ويفافا وهي حركة محايا لي هبينك أمكن واي ووي كسور قلب انتهي مال انت مركا حلقا بي شياطين تفافا فإذا ذهب هدي أوبحو ساعة وقت أو من العشاء عشه كمدأ قدر عشها كمد أهدي لجار فخلو فخلوهم إسكسي داي عرورتا فرها عياراني فكفوا سريانكم إنه فخلوهم وأغلق حر بابك الباب كاغ حر واذكر اسم الله إلهي مقعيسا نفحس وأطفي دم مصباحك في نستاذ واذكر اسم الله إلهي مقعيسا نفحس وأوك هروب أو دبول سقاءك سبرار كايا إنا وويلك وحلقعنا سقاءنا وويلك وحلقعب واذكر اسم الله إلهي مقعيسا كحس وخمر دبول إنا أكويل كايا واذكر اسم الله إلهي مقعيسا كحس مركا دبول ليس وحك لهداد ويسو وحاد كدب وشهداد ويسو ولو تعرض هذا أبن بندقا أو كبد بيه أو دوشة كسارة بها هذا عليه ويلكي كركيس شيئا وحبا ويهبين كي وحسود دقا قدرو ويل فرن مطافانو ويقلان ويل دبولن مطابتان شياطين تنواساسو كلو ويل فرن بيقلان كي دبولن مفران عن عبد الله بن أبي قدادة رضي الله عنه عن أبيه أبي وحو كوري قال إنه يري قال النبي نبي وحو يري صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة هي ذوناك سني قفك أوكر يوضا من الله إله حجي سيك أهاتا إله حجي سي مركا كتماضا ريا ذوناك سن والحلم والحلم قدبك ريا قروق أهم من الشيطان الشيطان حقي سيكت ماذا وريض أنوناك سنين فإذا حلم هضور دبدبو أما أوريوض أحدكم أحدكين حلما ريئا في عنين أقروء يخافه تاسو عبسي جلسة فليبصقها أطف عن يساره بالحديث بالحديث أفوف يا واطفتان أن لهين أن لهين أن لهين عن دوف سدح مربي روايدها قالت الما من شيطان كان لبعي ريا وليتعوذ هكا مغان قالوا بالله إلهينا من شرها ريا ذا شرطي ذا فإنها لا تضره مقبيسه وحلب أهمرك مقرسينيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعيري من قال قفكي يرهذ لا إله إلا الله ألم يي ألك لو حق من لبع بذا مجر وحده حال أكليه لا شريك له شرك نقص اللهين له الملك ملك إله بأسر ناضي وله الحمد مهدنا أصا إسكال وهو إلهي على كل شيء شيء كاستقدير ومذكرة في يوم ما لنتي 100 مرة بقل جرقف كير هذا كانت له وحيء أهانيس عدل 10 رقاب قطبا أدون قف حري أوكل وكتبت له حال قرى 100 حسنة بقل حسنة ومحيط وحلوده بيا أولوغة ترترى عنه حقيسا 100 سيئة بقل حمانة وكانت له حين أهانيسا حرزا
حجاب بي أغن نقونيسا من الشيطان شيطانك يومه ذلك مال انتساس حتى يمسي إلا أغلا ويستو ولم يأتي أحد أحدنا لم يمال بأفضل مما جاء به قفك وحولي مدوحك فضل بضا إلا أحد أحد ما هاني عمل عمل قبطي أسمي أكثر من ذلك أرنتا وحك بضا أرنتا وحك بضا قف سمي ما هاني وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا سمعتم هداد مقشان سياحة ديك ديق قيل بيسا فاسأل الله إلهي ويديست من فضله فضل جيسا اللهم إني أسألك من فضلك ده هدو ديق قيلي فإنها رأت ملكا ملك بو أركيا أفوينا قيل دنا قد دبوه إقد الله يهده وإذا سمعتم هداد مقشان نهيق الحمار ضميرك قيل لي سنف تعوذوا كما جنجل بالله إلهي من الشيطان شيطانك كما جنجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه محايا لي رأى شيطانا شيطان بو أركي شيطان أيو أركي تاسو لقي لي باب الدواب الفواسق وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.